بعض الأخوات راهم على لسانها كلمة عيني وهي تتعامل مع رجال غرباء يعني بالسوق، بالمحلات، باتصال هاتفي مثلا، فهل من توجيه بهذا الخصوصية؟ في واقع الحال بعض الأحيان السجية والعادة هي تأخذ الإنسان أن يتكلم بطريقته، ولا يقصد شيئا يعني غلطا، أو لا يقصد شيئا يعني فيه مقاصد غلط، وإنما تقول عيني وحبيبي وعزيزي، وهو هي لا تقصد أنه تلك الألفاظ ما وراءها من العبارات، لا لا، هذه لا أشكال فيها، بحد ذاتها لا أشكال فيها، ولا بد أن يتلقى الطرف الآخر عفوية هذه الألفاظ. ولكن إذا كانت النفوس مريضة، هنا كيف يعني؟ الآن ذاك اليوم جاتني مكالمة من فتاة أعتقد من أستراليا، وهي كانت تتكلم عن الحجاب وكذا وتبكي، وأنا ليش بعيدة عن الله؟ زين، وأنا استرسلت وياها، فمن عبارتي قلت يا حبيبتي، يعني كلمة حبيبتي هي في واقع أنا أولادي وبناتي وأحفادي أتكلم معهم في الطريقة هذه، فالبعض قد هذه ليست مناسبة. أقول هي ألفاظ عفوية. نعم. هاي الألفاظ العفوية لا يؤاخذ الإنسان بها على أنه أنت وراءك مقاصد وكذا، ولكن نفوس المريضة ونفوس الغير حسب تعبيرنا العفوية تبدأ تحمل وتفسر. فلذلك حتى نغلق هذا التفسير وهذا الحمل، لابد احنا نواظب ان لا نتكلم او لا نقول كلمات تعطي ايحاءات، ماذا، ايحاءات غلط. مثل ما تقول مثلا اخي اذا ما في زحمة هذا بيش، تقول له عمري. عمري كلمة على حال تقال لي نوع من حسب تعبير المودة وبيان كذا. الطرف الآخر يقول ها عجيب، قالت لي عمر، هذا يعني معجبة بي. لا، هي ما معجبة بك أصلا، ممكن مرات يستغلها الطرف الثاني. لذلك أقول إذن نحن لابد أن نحسب حساب، ولذلك قيل لكل مقام مقال. أحسنتم سيدنا.